الرحيم. في يوم 22 أكتوبر 2019 راي وصلت البحثة العلمية المكلفة بالآثار والوصول تاعهم إن شاء الله غادي ينطلق يوم 23 بموقع تيغنيث يعني الكاف. وهذا البحثة راهي في 7 سنوات تجينا، كل عام تجي مرتين، راهم انطلقوا في الأعمال. وغادي الأعمال هذه تاع التنقيب تقعد 15 يوم إن شاء الله. نرانا رحبنا بهذا البحثة العلمية، والمواطنين اللي بغاو يزوروا الموقع مرحبا بهم. وفيما بعد إن شاء الله رانا غاديين الرئيس تاع البحثة يعلن على النتائج اللي صابهم في هذه العملية إن شاء الله. ومرحبا بكم في موقع تيغنيث إن شاء الله.